بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. عندنا هدية ميغان فيها النبوبة النوب اليسار محروقة متاع الكود، باش نحاول نبدلوها. نوريكم كيفاش تبدلوها. شوفوا غير بدل الضوء، شوفوا الفار زوز يشعلوا والكود تشعل كان اليمين برك. نحاولوا نبدلوا النبوبة ونوريكم كيفاش تبدلوها اللي ما يعرفش يبدل. تو نبدلوا نحو البطارية خاطر الفنار جاية وراه البطارية، نوسعوا على 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 روحنا. On va changer la lampe code phare côté gauche Mégane 2. Premièrement, on démonte la batterie. هو تو عندنا الغطاء اللي هو يغطي على اللمبوبة، نحاول نحوه ندوروه شوية على اليسار ونخرجوه نجبدوه. هذه الغطاء فكيناه، نحاول نحو اللامب. أنا طرف تل هذا، ثم طرف تل ننزلوا عليه شوية ونجيبوه على اليمين ونجبدو اللامب نتاعنا. هذا هو عندنا فنار ميغان لبرا، هي اللومب فكيناها هي محروقة، نبدلوها بجديدة. هذه اللومب جديدة، كيما فكينا اللومب الجديدة نرجعو نركبو، كيما فكينا اللومب القديمة نرجعو نركبو اللومب الجديدة. فو يمونتي اللومب أونسيان يمونتي النوفو لومب. Il faut faire attention pour cet téton là, il est comme grave, il faut le mettre à sa place. يعني زي ما نردوا بالنا على التيتون هذه، نحطوها في مكانها الأصلي باش الفنار يشعل صحيح. تعميما للفائدة، جبت فنار يعني تاع ميغان، باش نوريكم كيفاش نحو التل هذايا، لأن في التصوير ممكن وقت الفنار راكب مش واضح بكدا يعني. عندنا هذه الخيط اللي هو راكب فوق الأنبوبة بالضبط، هذايا نجبدوه. نجبد وحده في شيء، هذا خيط نجبدوه نحطوه هكا على جهه، وعندنا الرسول هذايا شفتوا كي ننزل عليه هكا ويدز لهنا يخرج وحده، في الرجوع كيف رجع هكاك يعني ما في شيء، ننزل عليه هكا ونجيبه لهنا ونجبد اللمبوبه نتاعي اللي هي اللومب نتاعي نتاع الكود فار. هذه اللومب نتاع الكود فار في ترجيح حرد بالك من اللسان هذايا، اللسان هذايا هو اللي اللونج هذايا لازمها تكون موجوده لفوق باش خاطر تنجم تركب هكا، تركب لك ويركب التل، انما الضوء يجيك معوج ما يضويكش بكذا. نرجعوا هذه في السطح هكا كيما هكاك في اللونج نتاعها هذيك في اللسان هذاك نتاعها، ونرجعوا التل نتاعنا هنا ننزلوا عليه شويه نجيبوه لليمين هكا شويه يدخلوا مكان ما في شيء يعني ما فيش علم سهله، ونرجعوا الفيشه نتاعنا هذه نتاعنا هكا في السطح في جنبها هنا. حاب نعملوا فرد مره، خويا هيثم قال لي فرد مره على الفياس، هاتوا نحو الفايز هذا كيف ما فيها شيء تجبدها هكا يجي معاك، ما فيها شيء تجبدها جبدان لا تدوي ولا شيء، ولا اللومب زاد تنحاها جبدان ما فيها شيء، سامبل تري سامبل. فوالا هكا ما فيها شيء، نرى نرجعها فهمنا. باش تحط التيتون صحيحه تجي هكا واقفه مع الكابوت، التيتون هذه اللسان هذه يجي واقف كانه راكب في الكابوت. هذه الراس هذا اللسان هذه بشوفوه يجي واقف الفوق باش تجي الضوء صحيح، ركبه ورجعوا التل نتاعنا اللي هو هنا. هذه كيف نحينا الانبوبه، ندخل الفيشه محروقه والوحده هذه ساخنه، كان الساخنه هذه لازم نسكروا فيها شوي لان باش ترجع تشعل الانبوبه مريقله، لازم فانس نسكروا عليها شوي فانس باش نرجعوها مكان، لان تحرقت هي والفيشه كامله تبدل تحب لها ستاسيون كامله باش تبدل. هكاك تو اللومب نتاعنا ركبت، ونرجعوا الخيوط نتاعنا ونرجعوا الغطاء نتاعنا. ركبنا تو اللومب نتاعنا اللي هي تاع الكود فار، تو باش نرجعوا الغطاء نتاعنا اللي هو الكاش نتاع الفنار. كيما قلت لكم في فكانه نجبدوها على ندوروها على اليسار، في تركيبه ندوروها على اليمين.
شدنا المكان، دورها تو العكس مدورها على اليمين، سكره تو باش نضرب الضوء نتاعنا نتاعنا. كيما وقت اللي نحو الباترين نحو الكارت، نصبوا نحو الكارت. نحتم. هات عشرة بيك. نجرب الضوء عثر نجرب الضوء نتاعنا ونشوفوا ايش هل لا شعل الضوء هاي شعل الضوء هذاك وهذا هذا كود هذا فرق هنا هذا تو العمليه نجحت بدلنا الانبوبه لاباس ونوريكم كيفاش تبدلوا الانبوبه على الاقل باش تستفيدوا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تعميما للفائدة جبت فنار يعني تاع ميغان باش نوريكم كيفاش نحو التل هذايا لان في التصوير ممكن وقت الفنار راكب مش واضح بكدا يعني عندنا هذايا الخيط اللي هو راكب فوق الانبوبة بالضبط هذايا نجبدوه نجبد وحده في شيء هذايا خيط نجبدوه نحطوه هكا على جهة وعندنا رسول هذايا شفتوا كي ننزل عليه هكا وندز عليه هنا يخرج هو وحده في الرجوع كيف كيف رجع هكاك يعني ما في شيء ننزل عليه هكا ونجيبه لهنا ونجبد اللامبوب نتاعي اللي هي اللامب نتاعي تاع الكود فار هذه اللامب نتاع الكود فار في ترجيح حرد بالك من اللسان هذي اللسان هذي هو اللي اللونج هذي لازمها تكون موجوده الفوق باش خاطر تنجم تركب هكا تركب لك ويركب التل انما الضوء يجيك معوج ما يضويكش بكدا نرجعوا هذي بلاصتها هكا كيما هكاك في اللونج نتاعها هذيك في اللسان هذاك نتاعها ونرجعوا التل نتاعنا هنا ونزلوا عليه شويه نجيبوه لليمين هكا شويه ويدخلوا مكان ما في شيء يعني ماهيش علم سهله ونرجعوا الفيشه نتاعنا هذه نتاعنا هكا في بلاصتها في جنبها هنا نحب نعملوا فرد مره خويا هيثم قال لي فرد مره على الفايز هاتوا نحو الفايز هذا كيف كيف ما فيها شيء تجبدها هكا يجي معاك ما فيها شيء تجبدها جبدان لا تدوي ولا شيء ولا اللومب زاد تنحيها جبدان ما فيها شيء سامبل تري سامبل ما هكا ما فيها شيء نرجعها فهمنا